اللي ببقى مزقططه فيها. طبعا حضراتكم خلاص اتعودتوا وعرفتوا انا امتى بكون مزقططه. بكون مزقططه لما الاقي شاب من شبابنا مثال يحتذى بيه. عشان كده بطلب من اي حد بيتفرج علينا عنده اولاد صغيرين عايزين قدوه او مثل يجوا يتفرجوا على الفقره دي. فقره لشاب انا اول ما شفته حسيت انه ابني، ولما سمعت عليه قبل ما اشوفه الحقيقه وعلى المشاريع اللي عاملها انا عمري ما كنت اتخيل انه في السن ده. يعني حجم اعماله وحجم نجاحاته في المجال الخاص بالتطوير العقاري يقول ان ده راجل عنده خبره مثلا 50-60 سنه في المجال. فلما شفته قلبي انشرح ان الاسم الكبير ده والنجاح العظيم ده والسمعه الطيبه دي، وده اهم حاجه في مجال التطوير العقاري، تخص شاب من سن ابني. ففرحانه بيه وفخوره. ومره ثانيه بقول لكل ام اتفرج علينا او اب لو عندك اولاد صغيرين يتفرجوا على الفقره دي. وطبعا بقول كمان لكل الناصحين بقى، الناس الناصحين اللي عايزين يستثمروا واللي عايزين يحققوا خير من خلال مشروع او اكتر من مشروع جادين جدا جدا، يتفرجوا بقى على الفقره دي علشان ده هديه لحضراتكم. بيشرفني في الفقره دي الاستاذ رمضان حسني رئيس مجلس اداره شركه امتلاك جروب العقاريه. أهلا يا حبيبي، اهلا وسهلا بيك. ميرسي قوي على الكلام الجميل والمقدمه الجميله دي. والله اولا انا من محبين الجد. الله يخليك جدا والله. الله يخليك يا ابني، ومبسوط وجاي بكل حب وسعاده علشان ابقى موجود معاك النهارده. ده انت فرحتني وانت وجودك في اي برنامج بيبقى ايجاب لاي شاب في سنك واصغر من سنك لسه بيبتدي حياته انه ياخد كل الايجاب منك، لانك اسم الله عليك. وهتشرح لي ازاي ابتديت من زمان قوي كده، وانك خطوه بتسلم خطوه لحد ما بقيت من اهم المطورين العقاريين في مصر. والحقيقه اعمالك شديده الجوده والاخلاص والامانه. والامانه هنقول للناس يعني ايه مطور عقاري يكون امين. برحب بيك ومن فضلك كلمني عن شركتك. انت ابتديت من امتى؟ ميرسي على كلامك الجميل ده كله. والله انت خلصتي كل الكلام. لا يا حبيبي اتفضل. يعني اعتقد كل اللي انت قلتيه ده يعني هيدي كمان اكتر ثقه للناس، واسعدني جدا كل كلامك. انا شركتي انا ابتديت في القاهره الجديده من 17 سنه، ومعظم الناس يعني عارفه القصه، بس يعني لا انا احب ما حكيتهاش باستفاضه. يعني سامحني، انا اول مره التقي بيك والناس اللي انا سمعت منهم عليك انا بحب قوي. يعني ليا جيران كتير، ليا اصدقاء كتير جدا جدا، فلما يشاوروا لي ويقولوا لي في مطور عقاري عظيم ولو عايزه نشوه تحوشي عنده او اولادك عايزين يحوشوا فروحي استثمري عنده، اشتري عنده وحده سواء كانت تجاري او سكني، والمكسب مضمون 100% معاك. الحمد لله الحمد لله. فانا ابتديت من 17 سنه، انا اساسا خريج كليه التجاره ومن الفيوم. جيت التجمع في 2005، كان لسه طبعا صحراء يعني. طب معلش حبيبي، جيت وانت جنين في بطن ماما ولا ايه؟ لا انا جيت عندي 20 سنه. اسم الله عليك. جيت عندي 20 سنه بالظبط، خلصت الدراسه وجيت مباشره يعني. وطبعا جاي زي اي شاب يعني. طبعا الفيوم ما فيش لينا علاقات في القاهره خالص، ما نعرفش حد. فبتيجي بقى تدخل تشوف لحد ما توصل، لحد يوصلك لشركه تشتغل في مكان، تبقى في تتوظف في اي جهه حكوميه غير حكوميه، فخدت وقت عشان اعمل ده. فجيت 2005 زي ما قلت، ابتديت طبعا في شركه عقارات صغيره. في قبل مرحله العقارات في شويه حاجات في الاول اللي هو لما بتيجي تدور على شغل ما تلاقيش شغل، فهتعمل طحبط. ايه؟ دي اول حاجه حصلت. حصل لك الاحباط ده؟ طبعا. بس طبعا ما يعني اهلي طبعا كلموني، ارجع. قلت لهم لا مش راجع. هعمل ايه؟ كانت اللي اهلك يعني كل اب وام عايز ابنه كويس هيتعب في مكان، لا يا حبيبي تعال ارجع ان شاء الله مش عارفه ايه. وطبعا هو بيبقى صارف على التعليم بتاعك وتعبان عشان تطلع متعلم. عندنا متعلم في الريف يعني طبعا حاجه كبيره جدا يعني. طب اسمح لي برضو، يعني انت بالمناسبه اهو انا بحيي يعني اهلك، يسلموا لربوك طبعا. وتحيه لكل اب وام يعني زيكم، ان انتوا خلقتوا راجل، ان من وهو صغير يسيب حضن ماما وحضن بابا ويرجع في مكان ملوش فيه حد علشان يعافر ويبتدي ويحبط
ويقع ويقوم وفي النهايه يبقى الاسم الكبير اللي قدامنا دلوقتي. فطبعا كان ليا صديق برضو من الفيوم برضو من البلد، كان عنده فرشه كده قدام محكمه القاهره الجديده بيبيع فيها بسكوت وسجاير ومش عارف. قلت له ايه رايك ادخل معاك شريك في الفرشه يا حبيبي؟ هو دلوقتي فخور طبعا، بيقول انا اول واحد شاركه في مصر. لسه موجود دلوقتي ربنا يحفظه يعني. فقال لي طب يلا، دخلت معاه في الموضوع ده. بعدين اهلي عرفوا يعني طبعا دايما، وعشان كده بقول لكل اب وكل ام فعلا سيب ابنك يعمل اي حاجه، يشتغل بيبيع سجاير يبيع بسكوت يبيع اي حاجه في الدنيا، مفيش حاجه عيب، مفيش حاجه وحشه، هي بدايات. ما هم الرجاله اللي زيك كده اللي ربنا كده خالقهم رجاله ويبقى عندك 20 سنه وتسترجل ما تتكسفش وتبتدي من تحت الصفر، بس انت عندك هدف في دماغك، انا في يوم هبقى الاسم الفلاني واسمي هيبقى في وسط الاكابر بتوع التطوير العقاري، والسمعه اللي انت حققتها دي يا ابني انا بقول لك الناس اللي شارين عندك كلهم. الميزه كمان انهم بيجيبوا بعض. دي حقيقه. يعني فلان خد عندك حاجه فبيجيب ابن خالته فبيجيب صاحبه فالناس كلها يعني انت مشاريعك اسم الله معظم السكان فيها تحس انهم اصحاب وقرايب لان بيجيبوا بعض. دي حقيقه. طيب عايزه انط شويه لان الفقره من زمانها مش كبير، عايزه انط للمشاريع. اول مشروع عملته عمارات صغيره وكنت داخل فيها شريك، ما كنتش انا برضو، ما كانتش بتاعتي كلها، كانت ست جميله يعني خليني برضو اشكرها اسمها الحاجه عفاف، يعني عظيمه يعني ست. كنت انا لسه برضو فتحت الشركه، وصعب جدا حد يبقى عنده ارض هي مستقبله وحياته ويوافق انه يشاركك. يوافق انه يشارك شاب صغير طفل بالنسبه لها يعني. فالحقيقه كانت من ضمن الاسباب الرئيسيه. بس الناس الكبار زي حياتنا ليهم نظره. الحمد لله. يعني اسم الله عليك انت في بدايه حياتك سمعتك يعني الواحد ليه نظره في المتربيين. دخلنا. شاطر. الحمد لله. عندك طموح. والمهم انجزت لها. الحمد لله. دخلنا فيها مع بعض وبنيناها والحمد لله العماره ساكنه وهي جميله وداخلين مع بعض في حاجات ثانيه وكملنا ان شاء الله. فده كان اول مشروع عماره، بعد كده ابتدت تشتغل بقى معايا السلسله عمارات وبعد كده فيلل. الحمد لله عملت مشاريع كتيره جدا في التجمع. طيب اتنقلنا بقى للعاصمه. العاصمه بقى ذكاء منك انك برضو في السن ده تبقى عندك وعي ان العاصمه دي هي المستقبل كله. طبعا هي مستقبل. وان انا من 25 سنه لما جينا من 22 سنه لما جينا نسكن في ناخد ارض في تجمع انا اتخانقت مع جوزي، انت جايبني الصحراء اروح فين؟ عشان كده دلوقتي يا ابني بتخانق انا يعني او سوري جوزي اللي بيتخانق معايا يقول لي انت بسببك كنا خدنا حاجات كتير مش عارفه ايه وكانت الاسعار لسه يعني كانت الاسعار واحد على 50 من دلوقتي. هو ده الدرس اللي انا اتعلمته واللي ناس كتير قوي اتعلمته من التجمع. تمام.